اليوم 2 ديسمبر من عام 2017، ويصادف عيد الرسولين تاديوس وبارتوغوميوس حسب الكنيسة الأرمنية. اليوم تم إخراج الكيغارت المقدس من متحف كاتدرائية إشمياتي ووسط قداس المهيب وبحضور الكاثوليكوس كاريكين الثاني وعدد كبير من رجال الدين وجمهور غفير من المؤمنين الذين حضروا ليشاهدوا ويتباركوا بالكيغارت المقدس. ولمعرفة ما هو الكيغارت يمكنكم أن تتابعوا تقريرنا الخاص والمميز عن الكيغارت من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة أرارات للسياحة. اسم الموضوع أرمينيا الحقيقة والزيف، كيغارت المقدس، الرمح المقدس، من كاتدرائية شمياتين. بانتظار دورنا للوصول إلى الكيغارت المقدس. وإليكم جانب من القداس.